لا هو داشين بقوة، أنا ما دشيت بقوة، أنا داش بث أسولف. مساء مين النور ويلكم. سرور، اسمي على اليوتيوب اتش اندرسكور حمد. وعليكم السلام ورحمة الله. اتش براذرز ريتا انا مش فاهم جميلة سجن براني. كيف هالسجن هلا، هذا. ثانك يو ثانك يو. انزين، شو كان الاحكام؟ اي شخص هذا في اكونت بيوت على اساس ان انت والاسد الوحشي دعمه؟ والله صدق، هي شفت حمد لايف، حد سوى لي كله منشن يدعمونه اسود يكتب هي يدخل باسمي انا ايه يدخل. ويتكلم. فيصل، بتسوي بوش اب ولا بتصير تلبس كندوره؟ البس كندورة. ايه، سير البس كندوره على هذا الحكم. بس بس سيروا تعال. اوكي بس انا ابا هذا اللي شغل لايف، اللي مستغل. حمد اعتقد هندي هندي ريال من شنو حقيقة بطرش لك بعدين. حمد هلا، حكمه بس اذا فزت عليك مرة ثانية حكم. فيصل مش منتبه الحين. فيصل سمينا ثانك يو الي جايز. كم شو الحضاري موجود. كم مشرفينك، مشرفين كثار، كلهم وحوش. كيف أنا حالكم؟ عندي الحمد خمسة لله بخير، مشرفين لهم جاي دائما موجودين. يا هلا ويا هلا ويا هلا أهم في شيء أنتم شو أمان أخباركم؟ الله. وعليكم السلام عمر. نقعد أنتم محترمين يعني تبوني أبث من وقت وايد من وقت. مرات شكرا والله أنتم اللي منورين الله يحفظكم. ثانك يو ريناتا الأسد. شو حمد أنت تكلمنا أنت هذا، وأنا وين؟ وين اسمع كلمتكم انا؟ انا اقول الناس وين تروح؟ هذا الريال ويلكم شكله هذا ويلكم يا تلعب وراي. حمد تعرف شو اراويك. تسوي؟ هلا، اكتب بايو ان ما عندك حساب ثاني، وثاني شيء لازم كل بث تتكلم عن هالموضوع. ترى والله ماسك كل بث لازم تتكلم عشان يعرفون. اقول لك الله ثانك يو العظيم، مودريتر بعد اللي عندك خلي ترجمون. مودريتر ترجموا، واللي ترجمون في هذا اكتبوا. ان ما في حساب ثاني ابدا، انا عندي يكتبون. يا جماعه الخير كلكم، شفتوا اي بني ادم بغير اسمي انا سووا له بلوك؟ يعني مش انا سووا لك، سووا له بلوك على طول. لا تترددون. صح الحين بس الموضوع صار اوفر، يعني كتاب تعرفون انا ساكت عنهم فتره طويله، بس الموضوع صاير اوفر. فان في اجانب في حسابات فيك يبثون انهم ان احنا اقصد زين، فيبثون ينتحل فيلعبون الناس ينتحل الشخصيه ويكلم الناس على اساس ان نحن لا فوق هذا انه يبث يبث يعني ويتكلم بعد. تعرفون في واحد من هذيل الحراميه شو مسوي؟ مكلم الناس على اساس انه هو يباه هدايا في يوم ميلادي، ومحصل له هدايا مسوي فيلم هندي. هذا الحين متى؟ كم من يوم وانا ولا عندي خبر. انا راح اشيك كل اكونت اليوم، مجرد ما هذا طرشوا لي طرشوا في الخاص. انا الخاص الحين مفتوح عندي في تيك توك. نبغي اوريجينال كفو اللي عندي والله كتبه. شو حمد انا بحاول ترجم باللاتيني، لاتيني بعد ترجم باللاتيني وبالبرتغالي اللغتين لاتيني بعد. لان اللغه البرازيليه هناك يتكلمون باللغه البرتغاليه. البرازيل والمناطق اللي حذاله ترى عندي وايد متابعين من هناك،
هم يتكلمون باللغة البرتغالية. راشد مسوي حشرة. راشد موجود اليوم في البيت هنا عندنا، اليوم جاي بيتنا. اللي انا شفته فيديو هندي كان صوته شي غليظ بعدها. حمد حمد يس يس يس. اذا علا صوته بيتوهق، ما يعلي صوته تيسو. هلا 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 هلا. انتم تعرفون الله العظيم ما اعرف ايش اقول. يس مودريتر كفو حمد. هلا هلا هلا. ثانك يو جايز. ثانك يو موتشو غراسياس. ولا ايش رايكم؟ كفو. خلاص شخص يكلمهم واصل وياهم للواتساب ويكلمهم ويطلب منهم وكل شيء على اساس انه انا فاهمين علي، وناس اشخاص يعني عندهم بلورز حاط صورتي واسمي ويبث ويبث واللي سير انستغرام يكلمون الناس، والمشكله الناس تصدق. ثانك يو منورين. ثانك يو جايز والله كلكم. شكرا اللي ترجموا واللي وقفوا معاي. تعال شو المشكله؟ ابدا احنا بس نبث الحين تشوفونا احنا لايف، هذه هي اكونتاتنا الحين. غير الاكونتات لا ما عندنا اي اكونت ثاني، في كل المواقع اكونت واحد بس من ماجدة ريناتا. اهم شيء اللي عندي ترجموا في كل كلكم صوتي ايش في صوتك ولكم صوتك وايد مشكورين كلكم، ما قصرتوا والله والله كلكم ما قصرتوا، يعطيكم الف عافيه وشكرا على وقفتكم انتوا لي. ودائما بتشوفون الاشخاص نفس هذه على طول تعرفون شو تسوون. بس يس تيامو. حبتين حمد. يس ريناتا هل 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 قلبه كبير. احد سالني قال لي شو اكلتك المفضله؟ اكلتي المفضله الله يسلمكم الباستا، بيني باستا ميكس صوص، يكون تشيكن مع مشروم مع بروكلي مع دباسكو هي، ولبس بعد شوي وختاميه شو حمد؟ زيتون كولا، وتحط فيه شي دبل تشيز ودباسكو مع كولا زيرو. يا سلام يا سلام. يا هذه اكلتي المفضله دائما اطلبها، ما ادري ادمان ادمان باستا. هي نعم يامو ريناتا والله هاي البنيه الله يحفظها. ليش جماعة ليهن يتكلمون عن باستا؟ يا ويلكم مني يا ويلكم. أنا مرتاح أنا مرتاح مرتاح من شو؟ إيها إيها أيام زمان. فيصل فيصل الحين أحكم عليك ولا؟ شو تحكم؟ أول جولة يا حمد. مش أول جولة، جولة حكم والحين لازم الحين أتنفذ. لا 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 أتنفذ الحين. فيصل والله أحكي لك ترى شوي بس نص نص. كمل 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 كل 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 عادي 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 تنى سويت انا عادي. اشوف حمد حار فيصل والله حار. اشوف بالعافية حمد بالعافية. اصلا عادي اسد ها؟ اسد عادي ما يحس حمد اسد ها؟ يلا كل كل حمد. ليش تطلع جي؟ تخوفهم شو؟ لا 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 ماشي 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 اي خطيه ما في شو اللي صاير؟
ترى محمد كلمة عندي سامحة سامحة ما في نو رد رد اقفل الباب اقفل الباب اقفل الباب حبتين ويلكم ويلكم كيف حالكم الحمد لله بخير اخبارك علومك شو صحتك ومنور بثي وحبتين مجري عيونك انزين السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة كيف هو الجو في دبي مرة 200 200 هذا ربع كتبه ما راح اشوف الكومنت اطنش هي ويلكم ادري ويا هلا ويا هلا ويا هلا ويا هلا فيصل شوف فيصل انت ليش غلطت في وقت انا قاعد اسوي هذا شوف شوف جو امارات شوف فيصل انا ما اقدر استخدم الفلاتر يا اخي ما اعرف ليش جونا جونا في امارات حمد عندكم مشكله طرش لهم مسج جو امارات ويلكم ويلكم ميكا شوف ثلج عندنا ثلج اذا خلاص كم بقى الحين من الوقت طيب اجي 14 ثانيه شفت هجوم ده ده هو بيقول لك يا هلا ويا هلا زين حمد شو الاخبار بعد؟ خلصنا؟ لا 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 بعد بعد الخير فيصل شو شل هذا؟ شل هذا مال جيم؟ فيصل ايوه اوكي يا جماعه الخير انا بطلع ان شاء الله يمكن ادخل عقب شوي بشرج تلفوني ويمكن ادخل عقب تمام ويعطيكم الف عافيه على التكبيش وعلى كل شيء وعلى كلامكم الطيب على الوقفه اليوم كان موضوع كله عن الفيك وعن حسابات وهميه ان شاء الله انا هذيل راح اتفيج لهم الحينه وبشوف شو موضوعهم واللي عنده اي شيء اي اكونت يطرش لي على خاص لان اخاصي الحين مفتوح بيطرش لاني راح اشوف كل الاكونتات راح اشوف لهم صرفه جرائم الكترونيه ترى موجوده فان شاء الله يعطيك ما قصرتوا انتم بعد يعطيكم الف عافيه الله يحفظكم وان شاء الله راح ادخل عقب بعد ما اتشرش تليفوني